أو عليه باختصار لأنكم يمكن تعرفوا كلكم. يعني في ناس بيسألوا يقول لك إزاي المسيح يبقى إله ويموت؟ هو الله بيموت؟ إزاي المسيح يبقى إله وبيبكي؟ هو الله بيبكي؟ إزاي المسيح يبقى إله وبيجوع؟ هو الله بيجوع؟ هو الله بيعطش؟ وإزاي بيأكل ويشرب والمسيح يبقى بيأكل ويشرب؟ إلى آخره. اللي عايزين نقوله أن أصحاب هذه الأسئلة يظنون أن سيد المسيح لاهوت فقط بغير ناسوت. طبيعي أن الطبيعة الإلهية لا تموت، ونحن حينما نصلي في الثلاث التقديسات نقول قدوس الحي الذي لا يموت، فاللاهوت لا يموت، لكن الموت كان للطبيعة الإنسانية المتحدة بالطبيعة الإلهية. ولذلك احنا في صلوات الأجبية بنقول يا من ذاق الموت بالجسد، يا من ذاق الموت ايه بالجسد. ففي أشياء تنطبق على الطبيعة الجسدية أو الطبيعة البشرية للسيد المسيح، ولكنها تنسب إلى المسيح كله على اعتبار اتحاد الطبيعتين اتحادا في طبيعة واحدة. زي ما احنا مثلا بنقول الإنسان شرب أو أكل، الروح لا تشرب ولا تأكل، الجسد هو اللي بيشرب وبيأكل، ولكن بينسب الأكل والشرب إلى الإنسان كله. إلى الإنسان إيه؟ كله. ما بنقولش جسد الإنسان أكل وشرب، ما بنقولش جسد الإنسان جاع وعطش، لكن بنقول الإنسان أكل أو جاع أو شرب أو عطش. كذلك الطبيعة اللاهوتية ليس من صفاتها أن تتألم، ولا ينسب الألم إلى اللاهوت إطلاقاً، لكن هو المسيح تألم بالجسد كإنسان. والآباء قالوا لما احنا بنتكلم في الطبيعة الواحدة بنقول، قالوا الآباء زي الحديد المحمى بالنار بتطرقه، الطرق بيقع على الحديد والنار، لكن الحديد هو الذي ينسني أو يتشكل، أما النار فلا يحدث لها شيء. فكذلك مسائل التعب والعطش والجوع والبكاء والتعب والنوم، كل هذا خاص بالمسيح من حيث أنه كان إنسانا كاملا شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. يعني مثال لكده النوم، الله لا ينام، وفي المزمور بنقول عليه لا ينعس ولا ينام، لكن الذي نام هو الجسد. فما نقولش ان الله نام، وما نقولش ان الله تألم، وما نقولش ان الله مات، لكن نقول ان الطبيعة البشرية هي التي حدث لها هذا، ولكنها في نفس الوقت كانت متحدة بالطبيعة الإلهية، لذلك نسب هذا الأمر للمسيح كله. زي ما بنقول الإنسان يأكل وبيكون اللي بيأكل هو الجسد فقط مش الروح. يقول لك طيب لما كان المسيح في القبر مين اللي كان بيدير العالم؟ اللاهوت موجود في كل مكان، موجود في القبر وموجود في خارج القبر، موجود في كل مكان. فطبيعته الإنسانية حدث لها الموت. يعني الموت يعني الروح فارقت الجسد. الروح ايه؟ الروح الإنسانية فارقت الجسد الإنساني،
لكن اللاهوت لم يفارق لا الجسد ولا الروح، زي ما بنقول في القسمة السريانية: انفصلت نفسه عن جسده، ولكن لاهوته لم ينفصل قط عن جسده ولا عن نفسه. فالروح انفصلت عن الجسد اعتبر موت، لكن اللاهوت متحد بالجسد لوحده في القبر، ومتحد بالروح لما نزلت الى اقسام الارض السفلى، ومتحد بالروح لما ذهبت الى الفردوس. ونفس اللاهوت موجود في كل مكان، موجود ايه؟ في كل مكان. تعجبني في هذا المجال آية ضمن كلام السيد المسيح لنيقوديموس موجودة في يوحنا 3:13، قال له: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فابن الإنسان الذي هو في السماء كان موجود في السماء، وفي نفس الوقت كان موجودا على الأرض يكلم نيقوديموس، وكان موجودا فيما بينهما. ولهذا أيضا لعلني كنت قد قلت لكم سابقا لو كنتم تتذكرون إن الله لا يصعد ولا ينزل، لأن الله موجود في كل مكان. اللي بيصعد بينتقل من تحت لفوق، لكن اللي موجود تحت وموجود فوق وموجود ما بين الفوق والتحت، هذا ايه؟ لا يصعد ولا ينزل. اذا لما نقول المسيح صعد الى السماوات نقصد بالجسد. ايضا لما نقول ان الله كان ماشيا في الجنة في قصة آدم، الله لا يمشي، اللاهوت لا يمشي، لأن المشي هو انتقال من موضع لموضع، واللاهوت لا ينتقل من موضع إلى موضع لأنه موجود في كل موضع، ما فيش حتة بينتقل إليها، ده هو موجود في اللي بينتقل إليها وفي اللي هو فيها، وموجود في كل حتة. يبقى لما نقول كان ماشيا في الجنة يعني تراءى لآدم في الجنة، يعني أحس به آدم. مش معنى دي دخلة في طبيعة ربنا، دي دخلة في طبيعة آدم انه بدأ يحس بيه. لما نقول ربنا كلم موسى على الجبل، هل معناها ان الله انتقل الى الجبل حيث كلم موسى، او نزل على الجبل ليكلم موسى؟ لا طبعا، وإنما هو موجود في كل مكان، وموجود في الجبل قبل أن يأتيه موسى وبعد أن رحل منه موسى، وإنما تراءى لموسى في ذلك الوقت. واضح الكلام ده؟ فإذا كان هذا يقال عن اللاهوت نفسه، فكم بالأولى من جهة الناسوت. السيد المسيح أخذ طبيعة مثلنا في كل شيء، لو كانت لا تجوع ولا تعطش ولا تنام ولا تتعب يبقى مش طبيعة بشرية. في هذه الحالة لا يقال عليه انه ابن الانسان، لكن مادام جاء لكي يفدي الانسان والحكم صدر ضد انسان، اذا لازم تكون له طبيعة كالانسان تماما تماما تماما. وهكذا قيل عنه إنه جاع وعطش وإنه تألم، لأن لو كان لاهوت فقط يبقى اللاهوت لا يتألم، يبقى الفداء ما تمش، يبقى تمن الخطية ما اندفعش، لكن ده أخذ طبيعة بشرية. أفتشي ساركس أخذ جسده، فكل هذه الحاجات وغيرها اللي يقول لك هل ربنا قاعد، يقول له لا، دي مش الطبيعة الإلهية اللي قاعد، دي الطبيعة البشرية اللي هو اتحد بيها هي اللي قاعد. هو ربنا بيتعب؟ يقول له لا، ربنا ما بيتعبش، لكن الطبيعة البشرية اللي لبسها هي اللي تعبت.
هو ربنا مات؟ نقول له ربنا ما بيموتش، لكن الطبيعه البشريه اللي ايه اللي بس هي اللي مات. واضح الكلام ده؟ وما تتخذش بقى مجال للتريقه، لان ما دام في طبيعه بشريه يبقى شيء طبيعي. او مثلا كيف كان بيصلي؟ بيصلي مين؟ هو الطبيعة البشرية نقدر نقول الطبيعة البشرية بتتحدث للطبيعة الإلهية. لو كان المسيح لا يصلي كانوا قالوا عليه ده إنسان غير متدين، وكانوا شكوا فيه ولم يؤمنوا به ولا برسالته. فلابد يكون باين أنه بيصلي علشان يشعروا أن ده شخص متدين يقدروا يتبعوه ويؤمنوا بكلامه. ولذلك أنا في أحيان كثيرة، في أحيان إيه كثيرة، ساعات لما تيجي سيرة يوحنا 17 والناس يقولوا صلاة المسيح الطويلة التي قدمها الآب، أنا بسميها المناجاة بين الابن والآب، لأنه بس يعني مش تقول لي طيب الطبيعة البشرية بتتفهم الطبيعة اللاهوتية، ده حتى كان بيتكلم بالطبيعة اللاهوتية برضه. لما يقول له في يوحنا 17 مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، طب أنا بتكلم بلاهوته، يعني لاهوت الابن بيتفاهم مع لاهوت الآب. أو مثلا لما يقول له عن تلاميذه إن أريد أن يكون واحدا كما إننا نحن واحد، إننا نحن واحد ده كلام لاهوت، كلام إيه لاهوت، يعني مش بس ناحية بشرية. فيعني يمكن عبارة مناجاة الابن للآب يمكن تكون أكثر قابلية من حكاية صلاة. نخلص من الجزء ده. حاجة تاني مثلا، يقول لك الخلق، يقول لك ان المسيح لم يقل في وقت من الاوقات انا خلقت، انا عايز اقول دي وبعدين اقول حتة تاني وارجع لدي. يعني مثلا يقول لك ايه، المسيح ما قالش انا اله وما قالش اعبدوني. هنا بقى المناقشة تاخد دور تاني غير الكلام اللي انا كاتبه لكم في لاهوت المسيح. الكلام اللي انا كاتبه لكم في لاهوت المسيح في حاجات جاية من أعمال الرسل، وجاية من رسائل بولس، وجاية من رسائل بطرس، وجاية من حتت كثيرة ومن سفر الرؤية، لكن ما قالش يبقى هنختار كلام المسيح فقط. قال ولا ما قالش؟ مش تقول لي عندنا كلام قد كده، لا، هنختار من ده بس الكلام اللي ايه اللي يناسب. هو قال ولا ما قالش؟ المسيح ما قالش انا خلقت، ده صحيح، لكن عمليا خلق، هو ضرير واحد يقول. جايز واحد قاعد بياكل وما يقولش انا باكل، لكن تشوف وتلاقيه بياكل، هو لازم يقول لك انا اكلت، ما انت شايفه بياكل. فالمسيح ما قالش انا خلق، لكن عمليا خلق. يعني في حكاية تحويل الماء إلى خمر، معروف الماء أكسجين وهيدروجين، لما اتعمل خمر يبقى اتخلقت مادة جديدة ما كانتش موجودة، اتخلق، هو ضروري يقول أنا خلق، ما هو خلق فعلا. لما يجيب خمس خبزات وسمكتين
ويوكل منهم 5000، واللي يفضل 12 قف مليان، تبقى في مادة خلقت ولا ما خلقتش؟ هو ضروري يقول أنا خلق، وهو خلق فعلا وكل الناس شايفين انه خلق، مش ضروري يقول انا خلق. او مثلا لما راجل مولود اعمى ما عندوش عينين خالص، يحط له حط الطينة ويقول له روح دوبها في المية، فبدل ما تدوب تتثبت باعصاب وانسجة ويبقى لها قرنية ويبقى لها حاجات تبصر وعدسة وهيصة، يبقى خلق ولا ما خلقش؟ هو ضرير يقول له أنا خلقت لك عين. العملية نفسها عملية خلق. واحد يقول لك ليه تقول المسيح خالق؟ هو نفسه ما قالش عن نفسه المخالق، هو ما قالش عن نفسه المخالق، لكن فعلا خلق قصادنا وشفنا. ففي امور كتيره الواحد ياخدها كده، مش ضروري انا قلت. حكايه مثلا يقول لك المسيح ما قالش انا اله وما قالش عبدون، هو عمل اعمال الاله وتصرف كاله وما قالش عبدوني، لكن قبل العباده من الاخرين. قبل العباده ايه؟ من الآخرين. وقال حتى يعني مثلا في متى 7، الكثيرون سيقولون لي يا رب يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات عجائب، فأقول لهم اسحبوا عني يا ملعين لا أعرفكم، اسحبوا عني يا فاعل الاسم. الله، هو ما قالش أنا الديان، لكن هو بيدين وقبل كلمة يا رب يا رب، وقبل كلمة باسمك صنعنا آيات وباسمك أخرجنا شياطين، وقبل في اليوم الأخير أن يقولوا له يا ربنا يا ربنا افتح لنا، يقول لهم ابعدوا ما عرفكوش. الله، طب ما هو ديان وقبل كلمة يا رب يا رب. يعني لو واحد مش رب يقولوا له يا رب، يقول العفو العفو العفو، أنا مش بتاع كده. زي ما حصل مع بولس الرسول لما أرادوا يذبحوا له كإله، شق هدومه ولو رجموه بعد كده، لكن ما قبلش العبادة. والمسيح قبل سجود ناس في موقف عبادة، غير سجود الاحترام، سجود في موقف عبادة. يعني لما شفى المولود أعمى، وبعدين المولود أعمى قابله قال له أتؤمن بابن الله؟ فقال له من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو هو، فقال له أؤمن وسجد له. بيسجد له إيه؟ كابن لله، ومش ابن عادي، لأن لو ابن عادي ما كلنا أولاد ربنا، ما كانش يقول له من هو يا سيد، دي بنوة تستحق العبادة. أو مثلا لما عمل معجزة مع نازفة الدم، نازفة الدم سجدت له وقبل منها السجود. لما قام ابنة ييروس، ييروس سجد له وقبل منه السجود. في دعوة بطرس الرسول في الأول بعد معجزة السمك، وهو بيقول له سهرنا الليل كله ولم نصطد شيئا، بعدين سجد له بطرس وقال له اخرج يا رب من سفينتي فاني رجل خاطئ، فقال له يا رب وسجد له وفي معجزة، يا رب وسجد له وفي معجزة. يعني مش كلمة يا رب كلام عادي، ولا كلمة سجود عادي، لكن دي في مناسبة معجزة. وقبل الصلاة من الناس،
بل قبل كلمة يا رب في يوم الدينونة. يا رب متى رأيناك جائعا أو عريانا أو عطشانا إلى آخره. قبل الصلاة وقبل كلمة يا رب، وقبل من توما ربي وإله، ما قالوش عيب يا ولد، ده أنا مش ما أنت هتكفر هتضل هتعمل، لا 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 لا، قبلها منه، بل بالعكس وبخه لأنه لم يؤمن بهذا من قبل، وقال له هل دلوقتي أنت بتؤمن بعد ما شفت؟ طوبى لمن آمن دون أن يرى، يعني طوبى للي يقول يا ربي وإلهي دون أن إيه؟ أن يرى. بتقول لي ما قالش إنه إله وما قالش عبدوني، ما قبل العبادة، قبل إنه ينادى بربه وإله ولم يرفض. ده لما هيرودس قبل انه يدعى اله، ملاك ضربه واكله الدود. فاذا كان المسيح لو هو مش اله، واحد يقول له ربي الهي ويقبلها منه ويقول له بس انت بتؤمن دي كنت عايزك تؤمن بها قبل كده، ما كانتش تبقى مقبوله منه ابدا. وضروري واحد يقول عبدون هو عبدوه وما قالش لا، وسجدوا له ما قالش لا، وقالوا له يا رب وما قالش لا، وقال له ربي وإله ما قالش لا، بل بالعكس طوبه وطوب بطرس لما قال له أنت المسيح ابن الله الحي. أما حكاية ما قالش أنا إله، هو عايزين دي بقى برضو نفهمها على رواق. ده لو واحد قال للناس انا اله كانوا يقولوا عليه بيجدف، وما كانتش تبقى مقبولة منهم، وما كانش واحد زي يوحنا يتكئ على صدره، ولا واحد زي بطرس يقول له حاشاك انك تفعل كده، مش ممكن. ده كان الناس يخافوا منه، لا اما ما يؤمنوش بيه لا اما يخافوا منه، فما كانش ممكن يقول لهم كده. لكن ممكن يعمل الأعمال اللي تخليهم يؤمنوا إنه كده، مش بس يعمل الأعمال وإنما يقول الألفاظ اللي ممكن توري كده. إزاي؟ عمل أعمال تدل على لاهوته، ولذلك قال لهم في يوحنا 5 لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها أحد من قبل لم تكن لهم خطية. قال لهم إن لم تؤمنوا بي فأؤمنوا بالأعمال، إن لم تؤمنوا آمنوا بالأعمال. كل اللي يقول من آمن بي ولو مات فسيحيا، إذن بيطلب من الناس الإيمان به، والإيمان به له نتيجة أن ينتقل من الموت إلى الحياة. أو مثلا من الكلام اللي قاله زي ما قال لنيقوديموس ليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. كون أنه يقول أنا نزلت من السماء وأنا موجود دلوقتي وأنا بكلمك موجود دلوقتي في السماء، معناها افهم بقى، ولازم الكلمة تبقى صريحة. ما هي من له أذنان للسمع فليسمع يفهم، أو يتكلم باستمرار على إن مصدره هو السماء، من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب، يعني أنا أصلي هو السماء وأنا جيت من السماء من عند الآب خرجت وأنا موجود دلوقتي في السماء. وفي نفس الوقت
يقول انه متى اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. طب في ناس بيجتمعوا باسمك في كل قارات الارض، فتكون في وسطهم يبقى موجود في كل مكان في الكرة الارضية. وبس في الكرة الارضية، ده قال للص اليوم تكون معه في الفردوس، فيبقى موجود مع كل الناس على الارض وموجود في ايه؟ في الفردوس، موجود مع الذين يحبونه. بيقول في يوحنا: ان احبني احد يحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. نخش جواه. طب يعني انت موجود عند الابرار بس؟ لا، وموجود عند الاشرار. ازاي؟ انا واقف على الباب واقرع من يفتح لي ادخل واتعشى معه. يبقى موجود عند الابرار ان اتحدثوا اتنين باسمه يكون في وسطهم، وان احبوه يكون جواهم، وان كانوا ما بيحبوهوش يبقى افضل واقف على الباب ويقرع. وده كلام المسيح، احنا ما بنجيبش كلام لا بولس ولا بطرس ولا حد من الرسل، كلام المسيح لوحده. وبعدين قبل ما يصعد للسماء قال لتلاميذه، قال لهم ايه؟ ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. لما انت صعد للسماء موجود في السماء دلوقتي، ما انا موجود في السماء موجود معكم على الارض. امتى؟ كل الايام والى انقضاء الدهر. يبقى دي معناها مش التلاميذ بس، معناها كل المؤمنين به، لان التلاميذ مش هيعيشوا الى انقضاء الدهر. يبقى السيد المسيح لما يقول للناس انا اله، هيتعبوا، مش يقدروا يتفهموا معه. ده مرة مجرد قال لهم انا والاب واحد امسكوا حجارة ليرجموه على طول. انا والاب واحد في يوحنا 10:30 امسكوا حجارة ليرجموه، يوحنا 10:31 على طول. ده الرد الفعل ده. واحد بيقول لا، ده كان بيقول لهم انا والاب واحد في الفكر في القصد في الاتجاه. طب ودي تخليهم يرجموه؟ ده قالوا له لانك وانت انسان تجعل نفسك اله. ده كذا مره قالوا انت بتجعل نفسك مساوي لله. فإذا كان مجرد الكلمات دي تجيب رجم، أمال لو قال لهم أن الله صريحة كده يبقى انتهى الموضوع على كده، ويلا نخلص عليه وخلص. فما كانوش يحتملوا الكلام ده. ده مجرد أنه قال للراجل المفلوج مغفورة ليك خطاياه، قعدوا يدودوه في ودان بعض ويقولوا لماذا يتكلم هذا بتجديف؟ لأنه لا يغفر خطايا إلا الله وحده. فهو ما قال لهمش لا، قال لهم طب ان هو الاصح كلمه يعني مغفوره ليك خطاياك، ولا قوم احمل سريرك وامشي. طب يا عم قوم احمل سريرك وامشي، فحمله ومشي. فلو كان ده بيتكلم بتجاديف يبقى ازاي عنده القوه ان يقول للمفلوج يحمل سريره ويمشي اللي هم بيحملوه هو وسريره؟ مجرد بيقول واحد مغفورة لك خطايا. فالناس ما كانوش يحتملوا، فهو ما يقولهاش بالصراحة دي، لأن الصراحة دي ما تجيبش النتيجة. الناس لم ينضجوا بعد ليفهموا هذا التجسد. لكن هو يعمل المعجزات ويقول كلمتين، يقولوا معقول الكلام ده؟ يلاقوا المعجزة بتثبت صحة كلامه. وبعدين بيقول كلام يعني يتفهم منه هذا اللاهوت.
طب قول لما يقول انا والاب واحد بيقول له طب في القصد، طب ايه رايك بقى في دي؟ بيقول لهم ابن الانسان ياتي في مجد ابيه، مجد الاب يعني مجد الله، حد يساوي الله في مجده؟ طب ما افهم بقى، مفروض تتفهم دي، لكن تتقال بكلام بحيث ما تبقاش صراحة كده انا الله. لا ده قال ابن الانسان يأتي في مجد ابيه والملائكة معه في متى 16:27، لكن في لوقا 9 قالها بصراحة كاملة، متى جاء ابن الانسان في مجده ومجد ابيه. مين يقدر يقول اننا في مجد الله الا بقى لا لاما يكون هو مساوي لله في المجد، وده مش ممكن الا الله وحده، واما يكون بيجدف. فكون ان هو يقول بالشكل ده معناها انه واضح ايه هو اللي بيقول. كون ان هو يتكلم على نفسه باعتباره الديان، ومعروف ان الدينون لله وحده، الله هو الذي يدين الاحياء والاموات، ديان الارض كلها. وبعدين يقول لهم متى جاء ابن الانسان وجميع الملائكة القديسين معه في متى 25:31، حينئذ يجلس على كرسي مجده وتجتمع امامه جميع الشعوب ويفرزهم يمين وشمال ويقول لدول تعالوا الي يا مباركي ابي. يبقى ابن انسان وابي، يبقى ابن الله، ولا حاجتين ماشيين مع بعض، وهو اللي بيدين الناس. فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي والتنين للنعيم، يعني الكلام اللي قاله هو اللي مشي، ما قالش ان الاب هو اللي هيدين، لا بالعكس، قال الدينونة كلها للابن. كان مش ضروري واحد يقولها بصراحة، يعني في كلام ده نفسه قال لهم في وقت من الأوقات، عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن. في حاجات الناس ما يحتملوهاش، ده عايز التدريج في الإيمان إلى أن يصل إليه الإنسان، تدرج لكي تقبل الحقيقة الإلهية. ده حتى التلاميذ أخذوا القاعدة دي فيما بعد وقالوا لا نثقل على الأمم الداخلين حديثا في الإيمان، نديهم حاجة على قدهم، وزي ما قال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. الإيمان ده برضو يخش بالتدريج. فالسيد المسيح تصرف كإله وقال ألفاظا يفهم منها أنه إله. يعني لما يجي يقول له بطرس مثلا في متى 16 بعد اعترافه يقول له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، مين اللي يجرؤ يقول له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؟ المفاتيح دي في ايد ربنا، مين اللي يقدر يتصرف فيها؟ مين اللي يقدر يدي مفاتيح ملكوت السماوات لحد؟ لما يقول لتلاميذه في متى 18:18 ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء وما حللتموه يكون محلل، مين اللي عنده السلطان يحل ويربط في السماء ويعطي غيره ان يحل ويربط في السماء؟ مين؟ ولازم تتقال بصراحه. في واحد يقعد معك يقول لك انا بحبك، وفي واحد يتكسف يقول لك انا بحبك، ولكن بين الحين والاخر يجيب لك هديه، يطبطب عليك، ينقذك في موقف، يعمل لك اهتمام، هو ضروري يعني العباره كده، وفي ناس ما يقدروش يقولوه. كمان في واحد العكس، يعني تكون موجود معاه وهو مش فاضي، ما يقدرش يقول لك امشي، لكن يكون قاعد ساكت كده تتكلم ما بيردش، كل شوية تاني يومي كده، فمش ضروري يقول لك امشي من هنا.
مش ضروري يقول لك امشي. لكن يعني ما معناه؟ واللي عنده عقل يفهم. المسيح ما قالش انه اله، قال برضو انه رب. قال لتلاميذه لما جه للفصح وقال لهم يروحوا يجيبوا الجحش اللي هيجي هناك، قال لهم ان سألوكوا قولوا ان الرب محتاج اليه. فدي بعدها ايه؟ ان هو الرب. وقال لهم ابن الانسان هو رب السبت ايضا، رب الشريعه. من الذي يجرؤ ان يقول لهم سمعتم انه قيل للقدماء كذا اما انا فاقول؟ دي شريعه ربنا. مين اللي يقول سمعتم الشريعه بتقول وانا بقول؟ تقول ازاي؟ ده سلطاني بقى. والذي له السلطان على الشريعة يبقى هو رب الشريعة. يقول لهم بتتناقشوا في السبت، ابن الإنسان هو رب السبت. يقول ما قالش رب؟ طب ايه رأيكم في الآتي؟ ومن يجرؤ أن يقول هذا؟ يقول من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. مين اللي يجلس في عرش الله ده؟ مين اللي يجلس في عرش الله؟ حد يجرؤ يقول أنا أجلس في عرش الله؟ أنا بقول لكم الكلام اللي قاله المسيح مش اللي قاله الرسل عنه. نكتفي بهذا الجزء الآن، وطبعا